وقال سيدنا أفضل الدعاء دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء عرفة. في وسط طلب تعرفه قال سماه دعاء. شوف ايش طلب صاحبه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. ايش من طلب مقدم؟ كله فيه، الطلب كله فيه. لو وصلت بمعناه ولو سيق بك إلى مغناه فإنك إن قلتها بحق من حقائقها نظر إليك الرب فتقاصر الطلبات من سبق ومن لحق دون ما يعطيك بهذه النظرة: لا إله إلا هو. فيعتني المؤمنون بقولها في يوم عرفة، سواء الحجاج في عرفة وغيرهم حيثما كانوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيها سلب الظلمة منك وعنك حتى لا تبقى إلا محض نور. فيها إذهاب ديجور شهود الكائنات بأسرار أن الملك لمن والإحياء والإمات لمن، فينبغي أن ترجو غيره؟ لا. أن تخاف غيره؟ لا. أن تعتمد على غيره؟ لا. حققنا الله بحقائقه.